السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو اليوم سأطرح عليكم طريقة تطعيم التين بطريقة العين اليقظة، مع العلم أن هناك الكثير من الإخوة الذين طلبوا مني أن أعيد هذا الفيديو لأنه وقته، بحيث هذا التطعيم يبدأ في بداية شهر 6 إلى غاية نهاية أواخر شهر 9، أي من بداية شهر جوان إلى غاية نهاية شهر سبتمبر. على بركة الله أخذت هذا القلم من نوعية تين مطبقة، بالأمازيغية نسميه أغليذ، فهي نوعية جد جيدة وكبيرة ومذاقها حلو أيضا. أردت أن أركبها على هذه الشجرة من تين أصفر، أغتنم الفرصة على هذه الخلافات من هذه الشجرة، وبعد ذلك أقوم بنقلها على بركة الله. هكذا نقوم بقص هذه الأوراق، وبعد ذلك نأخذ البرعوم بهذه الكيفية هكذا كما تشاهدون. بعدما نأخذ البرعوم ننزع هذا الخشب الداخلي بهذه الكيفية كما تشاهدون، وبعد ذلك نذهب إلى حامل الطعم مباشرة. لا تنسوا أن تقوموا بتعقيم الأدوات التي تستعملونها في التطعيم في التين. دائما نركب هكذا حرف التين بالمقلوب كما قلت لكم على هذه الكيفية. نقوم بفصل القشرة عن اللحاء بحذر على هذه الكيفية. بعد ذلك تأتي عملية الدمج بهذه الكيفية. نقوم بإدماج البرعوم بهذه الكيفية على حامل الطعم هكذا بهذه الكيفية كما تشاهدون على شكل حرف تي، لأن سيران عصارة التين لا تضر بالبرعوم، وبالعكس لو نقوم بتي في الأعلى. وبعد ذلك إخواني الأفاضل تأتي عملية الربط مباشرة بهذا الشريط من السيلوفان الخاص للتطعيم. هذه النوعية التي طعمتها نوعية جد جيدة، عملية جد سهلة وسريعة، ربط جيد شرط أساسي بحيث لا نغطي هذا البرعوم، هو الذي يخرج هنا هكذا. ربط جيد هذا حامل الورق، أنا تركناه هو الذي يعطينا إن كان التطعيم ناجح أو فاشل، بحيث أن هذا حامل الورقة بعد 4 أو 5 أيام نضربه هكذا، إن سقط فالعملية ناجحة، أو تركناه لمدة أكثر من أسبوع يسقط لوحده، وإن تحول إلى اللون الأسود فالعملية غير ناجحة. وبعد نجاح العملية مباشرة إخواني نقوم بالقص على هذا المستوى، ونقوم بتشميعه بمادة الماستيك الزراعية. لا تنسوا الدعم والاشتراك إخواني الأفاضل ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم.